في جمعة إذا كان الحكام متخاذلين فأين الشعوب؟ 22/6/2012 حشود عسكرية ضخمة على مفرق حريتان وعندان مع استمرار القصف على المدينتين وإحراق الأراضي الزراعية الواقعة في السد بين حريتان وعندان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أين أنتم أيها المسلمون؟ أين أنتم أيها الحكام المتخاذلون الخونة؟ أين الشعوب؟ أين حقوق الإنسان التي ضاعت في ظل نظام الأسد الخائن المجرم المحتل؟ الله أكبر الله أكبر. اجتماع آليات الأسد وكأنها ذاهبة إلى الجولان لكي تحرره من إسرائيل، ولكنهم هم جنود إسرائيل ذاهبون ليقتلوا الشعب السوري الأعزل. الله أكبر الله أكبر.